طيب خلينا نزل نطلع لنشوف ايش الابلكيشنز اللي ممكن نستخدم فيها انكريمنتال شافت انكودر وبعدين نشوف شو الاختلاف بينها وبين الاوبتيكال شافت انكودر. انا زي ما حكيت الانكريمنتال شافت انكودر ما بعطيني البوزيشن، ما بقدر اعرف البوزيشن. اذا طفيت السيستم او صار خطا، مش شرط اني بس اذا طفيت السيستم، لو اجى نويز على هذا الكنترولر ممكن يغير البوزيشن، مظبوط؟ او صار في خطا في القراءه هون، او اي نويز اثر على السلك اللي رايح من الشافت انكودر. فاذا كان البوزيشن عندي كريتيكال ايش لازم اختار؟ Absolute. لازم اختار ابسولوت شافت انكودر. اذا في عندنا نوعين من الانكودرز، في عندنا انكريمنتال شافت انكودر اذا تايبس اوف انكودرز، هذول طبعا روتري، في لينير كمان. اذا تايبس اوف انكودرز ممكن اقسمهم لينير اور روتري، وراح اعطيكم هلا مثال على روتري انكودر. روتري انكودر بيجي زي ريبن، عارفين ايش ريبن بالعربي؟ شبره، زي شبره، بيجي زي بلت. والبلت هذا بامكاني اركبه، مثلا لو فرضا انا بدي هذا المكان مثلا من هون لهناك يونيك، وبدي اخذ يونيك بوزيشنز، ففي عندي شيء اسمه لينير انكودر. لينير انكودر بيجي عندي بلت، والبلت مخزه، عارفين مخزه زي ايش؟ زي هذا، بس بيكون يونيك الكود تبعه. فمثلا هلا راح احكي عنه بتفصيل اكثر، خلينا بس احط الثانيه. وممكن يكون انكريمنتال او ابسولوت، دول خصائص الانكودرز. ففكره انكودر انه هو بعطيني البوزيشن، بقدر اخذ منه البوزيشن، روتيشنال بوزيشن او لينير بوزيشن، بقدر ادخله للسيستم للكنترولر، لاني عمالي بتحكم بشيء معين. هلا لينير او روتري، الروتري انكودر يكون عبارة عن سلندر بهذا الحجم، وهذا راح أركبه على محرك، بركبه على شيء. لو عندي مثلا شافت، والشافت بهمني أعرف بالضبط البوزيشن تبعه، الشافت هذا ركبت عليه انكودر من هون، فرضا بهمني أعرف البوزيشن بالضبط تبع هذا الشافت، لأنه هذا الشافت مثلا بيعمل شيء معين أو في له مكان معين. لو كان بهمني هذا الروتري، اذا بهمني اعرف بالضبط البوزيشن بدون اي خطا، راح استخدم ابسولوت شافت انكودر. الابسولوت شافت انكودر راح يعطيني يونيك كود، يعني كل بوزيشن، every position has a unique code. جري كود مثلا، اذا every position سواء كان روتري او لينير، every position has a unique كود. ومن الامثله عليها مثلا اللي درستوه مثلا الجري كود. هلا الباينري كمان يونيك، بس ايش مشكله الباينري كود؟ بالترانزيشن يصير في عندي بالترانزيشن يصير في جلتشز، لكن ممكن يكون عندي جري كود او باينري كود. كل بوزيشن له يونيك كود، كل مكان له يونيك كود. هذا بالنسبه للابسولوت. الانكريمنتال بس راح يعطيني بلسز وذ موفمنت. أنا في بعض التطبيقات ما عندي مشكلة لو صار في خطأ، بعمل تصحيح مرة ثانية. خلينا ناخذ مثال مثلا عليه. بتتذكروا فرجيتكم اياه السي ام ام الكوردنيت ميجرينج ماشين، فرجيتكم اياه بهذا الكورس. طيب لو عندي انا مثلا مانيبيوليتر ارم، لو عندي هون سيستم مانيبيوليتر ارم، وهون في عندي الشافت هذا، والشافت ممكن يلف 360 درجة، وبدي أعرف هذا الشافت بالضبط، كل بوزيشن من البوزيشن تبعته بدي أعرف بالضبط وين موجود، وإذا صار خطأ معين بدي لازم يضل هذا الكود يونيك من هون. فممكن أجي هون أركب على هذا الشافت، طبعا راح أحط بيرنج من هون، ونركب هون ابسولوت شافت انكودر. الابسولوت شافت انكودر كل بوزيشن من ال 360 درجة اللي موجودين هون راح أعطيني يونيك كود بالنسبة لهم. لكن لو فرضنا مثلا انا عندي هون ايش مثلا مثال ناخذ عليها؟ لو عندنا سيارة وانا بس بدي اخذ هون سرعة العجل هذا، هل بهمني هون الابسولوت؟ هل بهمني العجل وين موجود في اي لحظة من اللحظات؟ فممكن هون ممكن اخذ اني انكريمنتال شافت انكودر. لو صار عندي خطأ معين انا في كل لحظة من اللحظات عمالي بس باخذ بلسز، والبلسز هاي بتعطيني السرعة. هلا عادة احنا بنستخدم انكريمنتال شافت انكودرز when we are more interested in speed. يعني الانكريمنتال نستعمل انكريمنتال شافت انكودر لما يكون بدنا السرعة، نستعمل عادة ابسولوت شافت انكودر
عشان نكون مهتمين في البوزيشن. الابسولوت شافت انكودر لو صارت عندي قطع السبلاي او صار خطا معين راح يضل الاوتبوت راح يضل الكود محفوظ. الانكريمنتال شافت انكودر لو صار عندي خطا بدي ارجع اصحح، وعاده برجع بصحح عن طريق الاندكس، بضل احرك السيستم لا يوصل المكان مكان معين لحد ما يجيني البلس، بعرف بالضبط البوزيشن اللي وصلت له، بعدين ببدا بعد من هذا البوزيشن. هلا بالنسبه للينير او روتري، في عندنا روتري شافت انكودرز اللي هم شائعين اكثر، لكن ممكن يكون عندي لينير شافت انكودرز، وممكن كمان يكون ابسولوت او انكريمنتال. لو انا بدي ابني، لو جبت هون انا تيب ستيل تيب، يعني معمول من فولاذ، خزقت فيه فتحات، والفتحات هاي حجمها متساوي وشكلها متساوي تماما. وهون في عندي كارج عرباية. هاي مش ممكن يكون عندي سيستم زي هيك، وهاي الكارج عمالها تتحرك بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه. وهذا طبعا الفتحات اللي موجودة بالستيل بيلت مستمرة للنهاية، لكنها متساوية. هل بقدر اعرف البوزيشن تبعي اذا قطعت الكهرباء ورديت شغلت مره ثانيه؟ لا، لانه هذول كلهم متماثلين تماما زي بعض تماما، مزبوط؟ مستحيل اني اقدر اعرف هون اذا طفيت، فبدي اضطر ارجع واصحح. مثلا بدي اضطر احرك، يعني اذا طفيت الكهرباء وشغلتها راح الاقي هذا اتحرك، يضل يتحرك لجهه معينه لحد ما اوصل مكان معين، وفي ريفرنس راح يجي من هذا المكان يقول له انت وصلت اقصى اليمين او اقصى الشمال، مزبوط؟ بطريقة معينة، يا بحط مايكرو سويتش من هون، يا بحط اشي اضافي هون مثلا، يعني بحط هون تحت مثلا، بحط نوتش اضافية مش موجودة غير هون، ونوتش تاني مثلا موجودة هون. شو بكون حاطط؟ نعم، ايش بينا كلها من هون؟ فعندي صار هون، شوفوا شو عملنا هون. ايش هدول اللي ضفتهم هدول صاروا؟ هدول ايش بيشبهوا؟ بيشبهوا الاندكس، بيشبهوا الاندكس اللي كان عندنا هناك. فهلا لو انا شغلت السيستم اول ما طفيت، في عندي تو سنسرز موجوده في داخل هذا اللي. في عندي سنسر هون موجود بيعمل ديتكشن للقطعه اللي فوق، وفي عندي سنسر ثاني موجود في داخل الكرج. ففي داخل الكرج في تو سنسرز. هلا هو طبعا هذا لازم يصير كله سوليد عشان ما يبينش، فراح اعمل هذا كله سوليد من هون، سوليد من هون. إذا عندي كم سنسر موجود في داخل هذا الكارج؟ اثنين. في سنسر عماله بعطيني البلسز المستمرة، وفي سنسر ثاني للليمتس. لما يوصل عند هذا الليمت راح يحس انه هو في أقصى اليمين، ولما يوصل عند هذا الليمت راح يحس انه في أقصى الشمال. ايش هذا نسميه السيستم؟ لينير انكريمنتال لينير انكريمنتال انكودر. انكودر وذ indices. في عندي two indexes، في index هون و index هون، ضروريين هذول indexing. ليش؟ انه هو شغل هذا السيستم ما راح يعرف وين هو موجود، فلازم يرجع يصحح، لازم يشتغل السيستم. هلا اول ما بتشغله ما راح يرد على اي شيء، راح يضل يحرك هذا، يا بقرر دائما يحرك اقصى اليمين او اقصى الشمال لحد ما يوصل عند هذا الاندكس من هون. لما يوصل عند هذا الاندكس من هون بعدين ببدا يعرف. هلا لو بدا من هون وتحرك بهذا الاتجاه بيقدر يعرف البوزيشن تبعه. بعد ما يشغل ويعمل التصحيح مش بيقدر يعرف وين هو موجود؟ كيف؟ بيعرف انه هون صفر الكاونتر تبعه، وبعدين هو تحرك شمال، فبيبدا مثلا يزيد الكاونتر، بيعرف انه هو تحرك مثلا 10 نوتشز او 11 نوتش. الريزولوشن تبعت السيستم رح تعتمد طبعا على عدد البلسز اللي موجوده هون، واذا بدك كمان تاخذ اتجاه اليمين او اتجاه الشمال شو بدنا نضطر نعمل؟ اذا بدي اعرف اني ماشي يمين او شمال لازم احط اثنين من هدول وفي بينهم 90 درجه. طب كيف ممكن احول هذا السيستم لابسولوت انكودر؟ اكثر من هلا يا اما بحط اثنين او ثلاثه، لكن اللي شائع السيستم اللي صناعيا موجود انه الويدث تبع هذول البلسز بكون متغير، يونيك، فيري يونيك. فبيجي البلت بتشتري بلت، فبتطلب منه رول من البلت مثلا 10 متر 20 متر 30 متر، كل البلت هذا بيكون البلسز فيه يونيك، العرض تبعهم يونيك. فرح تلاقي واحده مثلا بتكون زي هيك فرضا، واحده بتكون رفيعه زي هيك مثلا، واحده اعرض شوي زي هيك، ما فيش ولا جزء من هذا البلت متماثل. فبتركب البلت، بتجيب هذا البلت الطول المعين المطلوب منه، بتركبه في المكان المطلوب،
وبعدين بتركب هون السنسر على الكارج. خلص السيستم بس تطفيه وتشغله، طبعا في داخله في عدد من السنسرز رح يكون، عدد دقيق من السنسرز جنب بعض، فلما بتطلعوا هون بشوفوا كود يونيك، يونيك كود. اليونيك كود بيقدر يحسب منه بالضبط وين هو موجود، وقتها هون هذا صار ابسولوت او لينير ابسولوت انكود. وفي شركات بتبيع سيستم زي هيك كانت تشتري هذا، بعرفش قديش الطول الماكسيمم اللي ممكن، بس بعطيك طول بيقدر يعرف بالضبط هو وين مكانه موجود، وبيقدر يتحرك هذا الكارج على هذه الارينجمنت اللي موجوده.